هذه غير متزوجة، رأت في المنام كأنها تأكل فواكه ذبلانة. الفواكه إنما هي أرزاق من مال وذرية، فإن كانت ذبلانة وطعمها وشكلها غير مغري للأكل فإنما هي يعني إصابات بالعين بسبب هذا الرزق، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله والعلم عند الله. أنا مسج آخر. هذه غير متزوجة، رأت في المنام كأنها سافرت وتركت يعني دولة الكويت. السفر في المنام للبنت الغير متزوجة إنما يدل على انتقالها إلى زوج أو انتقالها إلى بيت ثاني، والأحذية في المنام يعني قد يدل على زوجها، لكن تركها وذهابها إلى مكان ثاني الحذر من الخلافات أثناء الزواج والعلم عند الله. أنا مسج آخر. هذه ابن تقول: رأت زوجة أبيها كأنها أعطتها 40 دينار وقالت: هذه عيدية لك. 40 دينار تكلمنا قبل قليل عن 20، قلنا تدل على 40 دينار، قد تدل على 400 دينار، قد تدل على 4000 دينار. كانت غير متزوجة فهذا زوج لها ومهر، وإن كانت متزوجة إنما هذه ذرية لها ونجاة من مشاكل والعلم عند الله. نعم نعم هذه غير متزوجة، تعرف شخص كأنها ركبت معه في السيارة وفي حضنه يعني خروف صغير أو طلي. أقول أن الرجل الذي هو في سيارة إنما هو يعني مسرور في حياته إن كانت السيارة جميلة، والطلي أو الخروف الصغير إنما هو ولد مبروك وصالح لهذا الرجل إن كان متزوج، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقه بذرية. وإذا كنت أنت غير متزوجة لعل الله يرزقك برجل قد يكون شبيها بهذا الرجل بأطباعه وصفاته ونسبه ويكون بينكم ولد والعلم عند الله. نوف تفضلي. سلام شيخ. السلام ورحمة الله. شيخ أنا حلمت أن فجأة كذي أن أهلي يعني قالوا أن اليوم عرفك. إنزين فجأة صرت بالصالة ولابسة ثوب أبيض إنزين وشعري كان أسود رافعته وحاطة حمرة حمرة، أهلي كلهم قاعدين يعني ما كانوا لابسين ولا شيء، لابسين كل واحدة يعني لابسة عباية وقاعدة. كنت قاعدة أمشي كنت خايفة وأبكي، بس يعني أبكي يعني بدون صوت بس دماء. طيب خير إن شاء الله. وأنا خايفة طحت. طحتي؟ رجعت قمت وقفت مرة ثانية، فجأة صرنا بسيارة وكان في واحدة يعني من خلاصي أنا يعني في خلاف ما بيني يعني وبينها يعني إنه مو حيل يعني إنه بس شوي فاهم، فكانت هي الوحيدة اللي يعني قاعدة تهديني. أنت متزوجة نوف ولا لا؟ لا. طيب هذه الرؤية كلها يعني من أولها لآخر تبشر بخير، لعل تتزوجين. الثوب الأبيض يدل على الزوج والصالح إن شاء الله، الشعر الأسود يدل أيضا على الزواج والستر، البكاء في المنام يدل على فرح الذي يعني من غير صياح. لكن المشكلة يا نوف خلي بالك، قد تتزوجين ربما لا قدر الله تقعين في مشكلة معينة، وهذه جرت العادة يعني مشاكل المتزوجين، مشاكل سحر وعين وغير ذلك، لكن قمت بعد ذلك لعل الله سبحانه وتعالى ينجيك. فأنا أوصيك بالتحصين الكامل أثناء الخطوبة وبعد الزواج والعلم عند الله.